دكتورة إيمان، إزاي بتشوفي سياسة ازدواجية المعايير الغربية تجاه ما يحدث في غزة؟ الطفل الفلسطيني لا قيمة له مقابل الطفل الأجنبي بصفة عامة؟ يمكن بشكل عام فكرة الازدواجية المعايير رصدناها على كذا مستوى وعلى كذا مسار، بداية من نقل الأحداث الازدواجية في الخطاب الإعلامي، تكييف القضية الفلسطينية ونقلها نوع من التستر على العديد من الانتهاكات اللي تمت من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من بداية عملية السيوف الحديدية. النقطة الثانية تتعلق بالمسار السياسي، التناول السياسي من جانب قادة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في محاولات التوطئة، في محاولات منع الاجتياح البري، في محاولات إحداث هدنة وإدخال المساعدات. كان هناك نوع من الازدواجية في الخطاب السياسي الموجه ما بين الغرب أو الرأي العام الغربي وما بين الخطاب السياسي الموجه للكتلة العربية. ويمكن ده اللي تكشفته الأحداث فيما بعد في إعادة تعبئة الرأي العام العالمي مرة أخرى، ورصدناه في العديد من الثورات في والخروج الآلاف من الغربيين أو في الدول الغربية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية، محاولة إثناء حكومتهم على الدعم المطلق لإسرائيل وما إلى ذلك. النقطة الثانية ما يتعلق بالازدواجية السياسية في استصدار قرارات من مجلس الأمن لوقف الهجمات الإسرائيلية، استصدار قرارات فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، الحديث عن العودة للمسار السياسي مرة أخرى. يمكن لمسناها في الجلسات اللي تمت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كيفية تكييف الوضع السياسي ما بين الدول الدائمين دائم العضوية في مجلس الأمن وكيفية إدارة المسار السياسي ككل، أشبه بالعودة مرة أخرى لسياسات الاستقطاب الدولي بشكل كبير.